السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. جينا فيديو جديد من قناة طيور أحمد بدوي. النهاردة إن شاء الله هنتكلم على فوائد الماعز البور. طبعا أول فايدة في الماعز البور المناعة العالية، مناعته عالية وبيتوافق مع أي جو إذا كان صيف أو حر. تمام. تاني ميزة التوائم بتاعته، بيجيب أقل حاجة 3. تمام. تالت حاجة معانا اللبن بتاعه تقيل وبيجيب 2 كيلو لبن يوميا. والميزة مش 2 كيلو لبن يوميا، الميزة اللي اللبن بتاعه بيبقى تقيل بيقدر يشبع المولود بتاعه. تمام. تالت حاجة نسبة الخصوبة بتاعته عالية. رابع حاجة وهي دي اهم حاجة في المشروع بتاعنا، اللي هي نسبة التحويل ما شاء الله عالية جدا. طبعا تقريبا الجدي في خلال سنة بيوصل معايا 100 كيلو تقريبا، من 80 ل 100 على حسب التسمين بتاعك وعلى حسب نوع الاكل، بس هو نسبة التحويل بتاعته ما شاء الله عالية جدا. فهي دي كانت مميزات الماعز البور معانا. طبعا الانثى بتوصل من 60 ل 70 كيلو، نسبة التوائم قلنا 3 ما شاء الرحمن، والمناعة عالية. فما شاء الله ده مشروع لأي حد ممكن يربي الماعز البور. الأسعار طبعا بتبدأ معانا من 4000 وانت طالع لحد 15000 جنيه الحتة، طبعا على حسب تقلبها ولا حسب سلالتها إذا كانت نقية ولا تهجين. وهنتكلم على الجيل الأول والجيل الثاني إن شاء الله في الفيديوهات اللي جاية وإن شاء الله حضرتك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.